بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سلام الله عليكم أحبابي في الله. في هذا الدرس الجديد على قناتكم حوحو، صراحة سوف أعطيك في هذا الفيديو مجموعة من الأشياء التي سوف تفيدك كثيرا، وسوف أجيب أيضا على سؤال كم أربح من اليوتيوب، لأن هذا السؤال يطرح علي كثيرا سواء في التعليقات وأيضا في الرسائل إلى غير ذلك. وهذا السؤال أيضا يطرح على مجموعة من اليوتيوبرز، يعني بشكل عام هناك مجموعة من الناس التي تسأل هذا السؤال. لكن يعني ما يهمني في هذا الدرس أحبابي في الله أني سوف أعطيك يعني خطة عمل إذا طبقتها صدقني، بل سوف أحلف لكم والله العلي العظيم، الحلف بالله سبحانه وتعالى شيء عظيم كثيرا، بالتالي فوالله العلي العظيم إذا طبقتها سوف تربح، لن يمر يعني وقت طويل جدا وسوف تشاهد أرباح كبيرة جدا في قناتك أيضا. أنا شخصيا لو لم أمتلك هذه القناة وليست لدي مدونة وليس لدي أشغال أخرى عبر الإنترنت وأيضا في الحياة يعني الواقعية بهذا المفهوم، كنت سوف أنشئ مثل هذه القناة وسوف أربح منها بسرعة بسرعة، يعني بالطريقة التي سوف أعطيك سوف تربح بسرعة، لأني أعرف شخص أفدته في هذا المجال والله العلي العظيم، وأقسم لكم بالله أنه يربح الحين 3000 دولار شهريا من قناته، وقناته يعني حديثة بهذا المفهوم. فإذا كنت تريد أن تبدأ يعني مباشرة في اليوتيوب وتعتمد على هذه الطريقة صدقني سوف تغير حياتك. لكن أولا دعوني أن أعطيكم فكرة يعني حول سؤال أولا بخصوص يعني الأرباح الخاصة بي على اليوتيوب. فكونوا على يقين بأنه ليس هناك أي شخص في اليوتيوب سوف يرفع فيديو ويقول لك هذه أرباحي، لأنه هذا يعني مخالف لسياسة جوجل، يعني فمخالف لسياسة جوجل أدسنس التي يعني بطبيعة الحال تعطيك الأرباح بهذا المفهوم. بالتالي فيمنع هذا الأمر، ويمنع أيضا أن تقوم حتى تصوير يعني لوحة التحكم الخاص بقناتك التي تظهر فيها يعني الأرباح اليومية وأيضا الأرباح الشهرية. لكن سوف أشفي غليل مجموعة من الناس وسوف أعطيك موقع اسمه socialblade.com، سوف تجدون رابطه أسفل الفيديو. في ذلك الموقع تقوم بوضع اسم أي قناة يعطيك الأرباح المقدرة. عندما أنا أتكلم هنا عن الأرباح المقدرة بهذا المفهوم، فهناك مجموعة من العوامل التي تؤثر على هذه الأرباح. فإذا قمت بإدخال اسم القناة يعطيك من وإلى العدد الذي تجده من تقريبا يصل يعني الأرباح الخاصة بتلك القناة إلى ذلك العدد، يكون قليل حتى أكون معكم واضح، يكون قليل من يعني، فسوف تجدون رابط أسفل الفيديو الخاص بهذا الموقع. وهذا الموقع أيضا يعطيك الإحصائيات اليومية لعدد المشاهدات التي حققت يعني القناة في اليوم، وعدد يعني السبسكرايب التي حققتها القناة يعني شهريا. هذا أحباب في الله ما أريد يعني أن أشرحه في هذا الفيديو. بالنسبة لطريقة العمل أحباب في الله التي سوف تغير حياتك، أؤكد جيدا يعني بأنه سوف تغير حياتك، وأنك تبدأ بصناعة بعض الفيديوهات التي في متناول الجميع. هذه الفيديوهات هذه الخطة كما ذكرت أعطيتها لشخص يعني مغربي، وأقسم لكم بالله يعني هذا الشخص الحين يحقق على الأقل 3000 دولار شهريا من اليوتيوب، وهذا العدد أنا لا أصل إليه، يعني أنا لا أحسده، ولكن فعلا اشتغل على هذا المنوال ويعني يحقق الحين يعني أرباح كبيرة كبيرة جدا على اليوتيوب فقط بأشياء بسيطة للغاية. الشيء البسيط هو أنك سوف تقوم بعمل سرد قصة معينة بصوتك أو حتى بالكتابة لحدث معين، لكن هذا الحدث ليس ككل الأحداث. فسوف تدخل إلى جوجل مثلا، هذا هو الموقع الذي ذكرته لكم، يمكن لك وضع اسم أي قناة ويعطيك تقريبا الأرباح المقدرة كما ذكرت. ادخل إلى جوجل وقم بكتابة مثلا قصة اغتصاب بهذا المفهوم. عندما عليك أن تفعله هو أن تسرد تلك القصة، مثلا تضع بعض الصور، مثلا تكتب اغتصاب في جوجل اغتصاب مثلا، أنا ليس لدي حتى يعني لوحة التحكم باللغة العربية، هكذا أكتب تدويناتي يعني متعب، اغتصاب بهذا المفهوم، تأخذ يعني بعض الصور التي لا تخل بطبيعة الحال بالحياة كما ذكرت.
فيعني إذا ما سوف تأخذ يعني بعض الصور الموجودة في جوجل، تقوم بسرد يعني قصة يعني التي بحثت عليها في اليوتيوب في جوجل يعني، فتقوم بكتابة يعني مثلا قصة اغتصاب، ستجد مجموعة يعني آلاف من القصص الخاصة بالاغتصاب. أنت كل ما عليكم فعل أن تقوم بوضع فيديو حول تلك القصة، ليس فقط اغتصاب، قصة قتل، يعني قصة إلى غير ذلك، مجموعة من الأشياء التي هي موجودة في الحياة. طبعا يعني سوف تقوم بواحد أخذ يعني قصة معينة تحفظها وتكتبها يعني باستعمال مثلا وضع الصور. لو أخذت مثلا هذه الصورة ووضعتها يعني في كامتازيا استوديو، هذا البرنامج سوف تجده أسفل الفيديو، فسوف تقوم بإضافته دائما إلى التايم لاين كما سوف تشاهدون، ثم تقوم بكتابة القصة يعني مرفوقة بالصور. طبعا أنت الحين تسرد يعني تلك القصة، الناس تحب أن تسمع هذه القصص، ليس فقط اغتصاب، لكن الشيء الذي سوف يجعلك تحقق نسبة مشاهدات كبيرة جدا في اليوتيوب بهذه الطريقة، هو أنك تقوم بوضع صورة مصغرة للفيديو. عندما يعني أتحدث صورة مصغرة كالتي أقوم بوضعها أنا شخصيا، يعني أضع فيها هاتف ثم يعني ثلاثة كلمات بهذا المفهوم، حتى يدخلون الناس للفيديو ويعرفون مضمون الفيديو. لو كنت بطبع الحال المحتوى الخاص بالقناة يعني غير التقنية، سوف أنوع وسوف أجعل تلك الصورة تجذب يعني أكثر نسبة المشاهدات أحباب في الله. طيب الحين أنت شخصيا سردت قصة معينة، أتي إلى الصورة المصغرة الخاصة بالفيديوهات، وهي الشيء الذي أريد أن أذكره لك يعني في هذا الفيديو، والشيء الذي نصحت هذا الشخص أن يقوم بعمله، وفي ظرف وجيز كما ذكرت يحقق آلاف الدولارات شهريا من اليوتيوب. ففقط قم بعمل مثلا فتح للصورة المصغرة التي تريد بطبع الحال أن تقوم باعتمادها كصورة مصغرة للفيديو، ثم قم بتوجيه أي شيء يعني مثلا نصير كله يعني مثلا بهذا المفهوم بهذا الشكل سام بهذه الطريقة مثلا، ويكون يعني يعني السهم يعني كما ذكرت يعني بشكل ظاهر يعني غليظ بهذا المفهوم، وأيضا السيركلو يعني أو الشيء الذي أشرت إليه يكون يعني واضح بهذا المفهوم، ضعها في يعني كصورة مصغرة للفيديو. عندما الناس يعني بطبع الحال تأخذ يعني هذه القصة وتقوم بعمل هذه الأشياء، شريطة أن يكون أبعاد الصورة طبعا الحال هي 640 في 400 بهذا الشكل، هذا هو الأبعاد الخاص بالصور المصغرة في اليوتيوب. سيف علي علي سوف أعود لها يعني حفظ يعني الصورة بهذا الأبعاد أحباب في الله، هذا يجعل الناس تدخل إلى الفيديو. لكن تبقى مرحلة أخرى، الحين وضعت قصة معينة من القصص التي تبحث عليها عبر الإنترنت، وضعت عليها يعني عمل إيديتين للقصة بصوتك أو يعني تسردها بصوتك أو بالكتابة، ثم وضعت يعني صنعت صورة مصغرة كما ذكرت كالتي عملناها والتي سوف تكون صورة تقديمية للفيديو. الحين نأتي إلى المرحلة الأهم أيضا وهو العنوان. فالعنوان سوف تعتمد مثلا إذا كانت قصة اغتصاب، شاهد مثلا بهذا المفهوم، شاهد كيف اغتصب هذا الشخص هذه الفتاة. فعندما يشاهد الناس مثلا ذلك الفيديو يثيرهم يعني، فبالتأكيد سوف يدخلون. أنا أعرف هذه الأيام شخص يعني وضع فيديو من هذا النوع، والله العلي العظيم في يومين حقق 3 ملايين مشاهدة. أنا استغربت كثيرا، يومين فقط حقق 3 ملايين مشاهدة، 3 ملايين مشاهدة في المحتوى العربي على اليوتيوب، تقريبا 600 دولار يعني ربحها في اليوم. فكما ذكرت وضع صورة مصغرة، وضع عنوان بهذا المفهوم، شاهد كيف اغتصب هذا الشخص، وتأخذ يعني بطبيعة الحال عناوين من هذا النوع، ويعني الناس سوف تدخل مما لا شك فيه يعني إلى فيديوهاتك بهذا المفهوم. حتى وإن كنت لا تعرف أي شيء، أي مجال معين تريد أن تنشئ عليه قناة، فقم بإنشاء يعني القناة على هذا الشيء. النقطة الثانية أحباب في التي أحببت فيها يعني أن نفيدكم فيها، أعمل أيضا فيديوهات حول أخبار.
خذ خبر مثير جدا كالذي حدث مثلا هذه الايام، يعني اختراق يعني اكبر اختراق او يعني اكبر عمل، يعني اكبر عملية اختراق بهذا المفهوم حدثت يعني في يوم واحد على مستوى الانترنت. فتقوم بوضع مثلا شاهد ما الذي حدث في هذا اليوم مثلا يعني بهذا المفهوم، شاهد مثلا حالة او اكبر عملية اختراق يعني للانترنت يعني في العالم بهذا المفهوم، ثم تقوم بسرد القصة، ولكن ركز يعني على الاخبار التي هي دائما تكون مثيرة. ادخل على المواقع العربية التي تقوم بوضع الاخبار يوميا، واقم بسرد يعني قصتك يعني لخبر معين مع وضع دائما نفس الصور. احبابي في الله، ابحث عن اسم الخبر على جوجل يعني بهذا المفهوم، صورة معينة، ثم قم بوضع يعني سرد لها يعني. فهذا ما أريد أن أنصحكم به أحبابي في الله. إذا طبقت هذا الأمر صدقني يعني واشتغلت، يعني الاشتغال هو الأساس النجاح. يعني تتبع دائما نفس الطريقة سوف تبدأ في تحقيق الأرباح. الحين كيف تحقق الأرباح؟ يعني بعد أن ترفع هذه الفيديوهات على اليوتيوب، كل ما عليكم فعله أحبابي في الله هو الدخول إلى قناتكم. سوف أعطيكم طريقتين. عندما سوف تدخل تنشئ قناة على اليوتيوب، سوف تدخل إلى مدير الفيديو هنا كما سوف تشاهد، سوف تدخل إلى استوديو أو استوديو مبدع المحتوى كما تشاهدون، ثم تدخل إلى القناة، ثم سوف تجد هنا تحقيق الدخل. سوف تقوم بالضغط على تمكين تحقيق الدخل. إذا لم تظهر لك تمكين هنا فسوف يعطيك تغيير البلد هنا، تقوم بوضع مثلا إسبانيا أو دولة أخرى. طيب في كل الأحوال إذا لم يترك يعني اليوتيوب هذا المجال حتى تقوم بتحقيق الدخل، سوف أعطيك يعني طريقة أخرى. فسوف تضغط على تمكين، إذا كانت يعني متوفرة تضغط على تمكين حسابي، تقوم بالموافقة على الشروط كما سوف تشاهد، ثم بعد الموافقة على الشروط تضغط على تحقيق الدخل. الحين الفيديوهات التي رفعتها إلى قناتك سوف تظهر، يعني أفهم ذلك كما سوف تشاهد. حين الفيديوهات التي سوف تظهر على قناتك سوف يعني تظهر عليها الإشهارات، لكن حتى تربح يعني من خلال هذه الإشهارات التي تظهر، الإعلانات التي تظهر على فيديوهاتك، سوف تضغط مرة أخرى على القناة، ثم في خيار يعني تحقيق الدخل نضغط عليه الحين، تم ظهوره الحين، سوف تضغط على كيف أستلم دفعاتي كما سوف تشاهدون. بالتالي سوف تضغط على ربط حساب ادسنس، ثم بعد الضغط على ربط حساب ادسنس سوف تضغط على التالي كما سوف تشاهدون للحصول على حساب جوجل ادسنس كما تشاهدون. سجل الدخول الى حسابك في جوجل او انشئ حساب جديد للاشتراك يعني. بالتالي سوف تقوم بالضغط على انشاء حساب لانك لم تتوفر بعد يعني على حساب يعني جوجل ادسنس. بالتالي سوف تقوم بانشاء حساب ثم تطلب يعني الحصول بتبع حال هذا الحساب. بالنسبة لليوتيوب إذا توفرت على عدة فيديوهات فيتم القبول في 24 ساعة. حين بعد أن يتم قبولك في حساب جوجل أدسنس في 24 ساعة سوف تدخل إليه دائما بوضع google.com/adsense بهذا المفهوم بهذا الشكل، تدخل إلى حسابك دائما بنفس البريد الإلكتروني الذي أنشأت به القناة كما تشاهدون، تضغط على هنا للدخول ونفس كلمات السر الخاص بالبريد الإلكتروني الخاص بالقناة. طيب الحين إذا لم تظهر لك يعني تفعيل أو تحقيق الدخل يعني في القناة، يعني إذا لم تظهر لك تمكين هنا، فأنصحك بالبحث عن شركة بارتنر. شركة بارتنر كهاتي التي تقبل الجميع، فقط اضغط على هذا الرابط، ادخل على هذا الرابط، ثم اضغط على هنا كما سوف تشاهدون، ثم اختار القناة مثلا، سوف اختار هذه القناة واسمح لهم السماح كما سوف تشاهدون، ثم ابدأ مباشرة بارسال لهم الطلب. سوف ارسل لهم الطلب هنا، وضع البيانات الخاص بي، ثم الضغط على كونتوني، ثم انتظر 24 ساعة حتى يقبلون. عندما سوف يقبلون يعني يعني الشراكة هذه، فسوف يظهر لك في مدير الفيديو هنا، عفوا يعني في لوحة او استوديو، عفوا علي لوحة البيانات هنا، سوف يظهر لك هنا خيار لهذه الشركة تريد السماح لها يعني بأن تستثمر فيديوهاتك. عندما بطبع حالنا نتحدث عن استثمار فيديوهاتك، هم يربطون يعني فيديوهاتك
بحسابهم جوجل ادسنس، بالتالي يعطونك يعني تقريبا احيانا نسبة فوق يعني ما يعطيك يعني جوجل، يعني تقريبا تكون على حسب الشركة 80% من الارباح بهذا المفهوم. بالتالي سوف تشاهد ارباحك في هذه الشركة في لوحة التحكم الخاصة بهذه الشركة بنفس البريد الالكتروني، تقوم فقط بالضغط على هنا ويتم السحب عبر باي بال يعني في على ما اعتقد على هذه الشركة فقط شهريا. فهذا ما اريد ان اشرحه لكم في هذا الفيديو احبابي في الله. جميع الروابط سوف تجدون اسفل الفيديو. غير حياتك، انا اعطيت لك خطة عمل اعتقد انه اي شخص لن يعطيها لك. كما ذكرت هذه الاشياء انا شخصيا والله العلي العظيم لو لم تكن لدي هذه القناة كنت سوف افعلها، انه بالتأكيد سوف تنجح اذا طبقت هذا الامر. يعني الفيديوهات التي تكلمت لك عنها وفي متناول الجميع، قم فقط ببحث عن قصص، قم بوضع عليه الفيديوهات عنوان جميل كما ذكرت، صورة مصغرة تثير فقط، الربح مضمون. أراكم إن شاء الله في مواضيع جديدة، استدعى منا بالضغط على لايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم حتى يستفيد الجميع. وزيارة دائما على موقعنا www.tiglakhamsa.com والذي من على الفيسبوك فيسبوك.com/حرف 1984. فول في أمان الله.